طب نتكلم على مين هم بقى الناس المتعرضين للإصابة بداية الأكياس المائية العدالي اللي احنا بنتكلم عليه أو الهايبرتيك سيستم. يعتبر سكان المناطق الريفية طبيعي لأن هم أكثر ناس احتكاكاً بالحيوانات، أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بمرض العدالي، خصوصاً إذا كان لديهم حظيرة مواشي زي ما قلنا، عندهم مزرعة أو حظيرة مواشي أو أغنام، ولديهم كلاب أيضاً. يبقى هم جمعوا ما بين الانترميديت هوست والديفينيتيف هوست. زي ما بنقول ان هو خاصة اذا كان لديهم حظيرة مواشي او اغنام ولديهم كلاب ايضا، يبقى جمعوا المصابين مع بعض، حيث يترتب على ذلك زيادة خطر الاصابة بالمرض، وخاصة عند الاشخاص الذين يتناولون طعام او شراب في نفس المكان اللي تواجد فيه الكلاب، او يخلطون الكلاب بشكل مباشر، او يقومون بذبح الاغنام والمواشي في بيوتهم من اجل تناول لحومها. عشان كده خطورة ذبح الحيوانات برا المسالخ من الجدير بالذكر انه يمكن ان تصاب بها الداء، بهذا الداء، حتى لو انك بعيد عن المواشي والكلاب. اذا تناولت طعام ملوث على سبيل المثال السلطه التي قد تكون مكوناتها غير مغسوله جيدا، او اضافه بعض الاعشاب الى الشاي دون غسلها وغليها بشكل جيد، نكمل المره الجايه.